ورحمه الله وبركاته لكم حسين عبد الرزاق من صفحه الهندسه الطبيه الحيويه في العراق شلونكم شو ان شاء الله بخير شلون الفيديو مال اليوم ترى كان الفيديو مال اليوم كلش حلو طبعا اللي دا يشوفني على اليوتيوب الفيديو على الانستغرام تابع صفحتنا على الانستغرام قناتنا على التلي روابط راح تلقاهم بالوصف ان شاء الله احنا راح نبلش بهاي الفقره ان شاء الله نستمر بيها الى فت يعني فت كم فيديو حسب اللي نلقاه قال لكم انه دبلجه طبعا انا دا دبلج يعني هاي التصاميم اللي دا اسويها مو اني مسويها انما دا ادبلج فقط دا اضيف انه دبلجه وكذا على مود انه الكل يفهم لانه مرات تنذكر بالفيديو مصطلحات شلون خلينا نقول مصطلحات علميه ما مفهومه فاحنا نحاول انه ندبلجها أنا مود غايتنا انه توصل لك الفكره عن كل جهاز يعني هسه مبدئيا راح بلشنا بال مبدئيا بلشنا بالاكس راي مشين اللي هو جهاز الاشعه السينيه، بعدين راح نبلش ب طبعا بنورين كلكم، بعدين راح نبلش CT سكان اللي هو المفراس تمام او جهاز التصوير المقطعي اللي هو ايضا يستعمل الاشعه السينيه لكن بطريقه مختلفه، كذلك البيت سيتي راي كلها راح نشوف راح نشوف الفرق الفرق بين جهاز جهاز وشنو الوظيفه وشنو مبدا العمل الاساسي وما أه وشنو الفرق بيناتهم من حيث التصوير من شلون يصور وكذا وليش مرات يطلبون الاطباء انه أه بعض بعض الاصابات بعض الاصابات اللي تصيب المريض احيانا يطلبون تصوير أه تصوير بالام ار احيانا يطلبون تصوير بالسيتي سكان وما الى ذلك فهذا كله ان شاء الله نعرفه نورين كلكم نورين فالحوار حوار البث مالتنا مال اليوم راح يكون عن اهميه المعلومات الطبيه وكيفيه الحصول عليها، راح نبدي يعني جزء جزء. طبعا شلون هالصدريه اكيد يعني هو صح ما يلق لي صر طبيب بس يعني قلت شويه خليني اغير بما انه المحتوى راح يكون محتوى طب طبي بحت. جت الذبانه ووقت ايش ده. تجي من من ابلش البث، والله قبل ما ابلش البث ضليت ادور ماكو ذبانه، بديت البث الذبانة قبل جتي، سبحان الله يعني. فعلى العموم هاي حسها الذبانه مؤامره. صعد البث 10 راح نبلش. اهميه المعلومات الطبيه راح نبدي بالجزء الاول. احنا كمهندسين طب حياتي احنا لازم نعرف دوم دوم الضحكه. لازم نعرف يعني هواي معلومات طبيه. من حيث من حيث انه التحاليل اللي ممكن تصير من حيث شلون خلينا نقول التشخيصات كذلك يعني لازم شلون خلينا نقول الخصها لانجويج يعني لغه طبيه هاي اللغه الطبيه هواي راح تساعدنا من اي ناحيه عليكم السلام ورحمه الله من أين ناحيه راح تساعدنا من هواي نواحي من ضمنها انه لما انت تسوي صيانه سواء صيانة دورية أو صيانة لعطل ما لازم تعرف مبدأ عمل الجهاز وهاي منتهين منها لازم تعرف أيضا معلومات طبية عن الجهاز هذا الجهاز شو يسوي شو يشخص شنو الأعضاء اللي ممكن يشخصها أو يسوي لها تصوير كذلك ممكن اذا كان جهاز مختبر لازم تعرف انه شنو التحاليل اللي يسويها هذا الجهاز لانه من غير المنطقي انه تنصب تنصب جهاز او تسوي صيانه بجهاز وانت ما تعرف هذا الجهاز شنو التحاليل اللي يسويها والتحاليل اللي يسويها وين موجوده باي عضو من, من الاعضاء مثلا اكو تحليل اسمه دي دايمر دي دايمر هذا خثره مال الرئه تمام اكثر شيء يد يسووه هالفتره جماعه كورونا يشوفون الحال مال الرئه تمام حال الرئه فاحنا لازم نعرف انه الجهاز اللي يسوي تحليل الدي دايمر كذا يكون اسمه آه لازم نعرف انه خثره مال الرئه تمام اذا مكانه بالرئه زين فلازم هو نعرف امور من حيث الصيانه كذلك كمندوبين بالشركه كمندوبين بشركه كمندوب مبيعات يعني كذلك أنا ممكن تفيدني الميديكال Language او مو ممكن اكيد راح تفيدني ليش؟ لانه انا راح اتوجه الى طبيب راح احاول ابيع له منتج تمام؟ راح ابيع له منتج مال الشركه مالتي، سواء جهاز، سواء معدات طبيه، ملحقات، مواد مال الجهاز، فانا اذا اروح اريد اقنعه انه انه يشتري من عندي، تمام؟ او من الشركه مالتي. فلازم انه اسولف وياه بميديكال لانجويج، من اسولف وياه على الجهاز اقول له كذا كذا الجهاز، كذا مواصفاته، طبعا دائما الاطباء اكثر شيء يحبون من خلال اختلاطي بهم، الاطباء يحبون كاطباء مختبر واطباء اشعه وسونار يعني بشكل عام الاطباء كلهم يحبون سرعه سرعه العمليه سواء عمليه التحليل او عمليه التشخيص سواء كان جهاز مختبري او جهاز يعني طبي بشكل عام تصوير وما تصوير أشعة كذلك يحبون الرخص كل ما كان السعر ارخص والضمان كل ما كان فيه ضمان يعني حالهم حالنا يعني انا مو دا اقول بس الاطباء بس حالهم احنا كيف على ذني الامور فبشكل عام فانت من تكون من دون مبيعات راح تحتاج كلش الميديكال اللي عندك كذلك ضمن تواجدك اذا اذا كان موقع يعني موقعك الوظيفي او موقع عملك بالمستشفى بغرفه العمليات فانت مطالب بميديكال لانجوج قويه لانه ممكن اي خلل لا سمح الله يصير بالعمليه باحد الاجهزه او بمثلا يسوون تنظير يسوون تنظير داخلي او تنظير بطني طبعا الداخلي يسموه احنا اه هنا التنظير الداخلي اللي هو اندوسكوبي اه من الفم او من الانف او من المخرج وهاي الامور اه والتنظير البطني يكون من فتحة السرة وهاي الامور ناشرين احنا بالبيج فانت لازم تعرف هاي الامور لازم تعرف ها شنو العضو شنو العضو اللي, شن العضو اللي تري يريد الطبيب يصورة تمام اللي يريد يسوي له تنظير تمام ان شاء الله احفظ البث تمام ان شاء الله احفظ البث على انستغرام و يوتيوب فلازم تعرف يا هو العضو اللي العضو اللي بالانسان اللي يسوي له تنظير دي, دي له تنظير دي يشوفوه تمام لانه لازم انت وفق مواصفات معينه هو الطبيب قد يعرفها لكن انت بالاساس لازم تراقب هذا الشيء دي, دي يصير بالطريقه الصحيحه بالعمليه الصحيحه لو لا كذلك الانستيجيا المشين لازم انه انت تشوف ايش قد النسبة الانتو اولي المادة المخدرة اللي بالجهاز التخدير انستيجيا مشين وهواي هواي امور فانت لازم عندك ميديكال لانجوج كلش مهمة بجميع النواحي سواء كنت بالصيانة سواء بالمبيعات سواء بالادارة بالمراقبة بالاشراف بالمشتريات كلهن انت كلش تفيدك الميديكال لانجويج وانا كوجهة نظر الشخصية انه لازم خبرتك بالميديكال لانجوج باللغة الطبية لا تقل عن خبرة الطبيب لاحظ ماذا اقول بالمادة العلمية لا بالميديكال لانجوج بالمصطلحات الطبيه وفهمها باثناء التشخيص شنو الاعضاء اللي شخصها شنو التحاليل والتحاليل وين موجوده وما الى ذلك والتحاليل ما شنو وشنو تطلع النتيجه وشلون تطلع النتيجه هذا كله انت لازم تعرفه ولازم تكون خبرتك لا تقل عن خبره الطبيب اذا كان جهاز طبي او عن محلل او مختبري اذا كان جهاز مختبري تمام هاي بشكل عام سوالفنا عن اهميه المعلومات الطبيه راح نجي الى الجزء الاساسي والمهم وهو الجزء الثاني اللي هو شلون احصل هاي المعلومات تمام يعني اكيد مو من الجامعه يعني قد تحصل معلومه معلومتين من الجامعه لكن ما تكفي صراحه لانهم ما يهتمون بهذا الجانب من كل النواحي مرحبا اهلا وسهلا اه شلون انت تحصل اول نقطه اول نقطه الانترنت موجود انت بس اكتب ميديكال لانجويج راح تطلع لكم اكو بعض التطبيقات ما اعرف بس انا متاكد اكو اه سامع بيها تطبيقات بها مصطلحات اه طبيه ممكن تفيدك كذلك اه تقدر تراسل اصدقائك اذا كانوا مثلا طلاب طب، طلاب طب اسنان، طلاب صيدله، هاي الامور، تشوف عندهم تطبيقات، مواقع، شلون يطور نفسه باللغات، كذلك ممكن اكو بي دي افات، اتمنى انه اذا تحصلون تطبيق او بي دي اف دز اياه على مود احنا نشرب هاي الامور. فكذلك ممكن عن طريق اليوتيوب، عن طريق الجوجل، جوجل مو جوجل، احنا اتفقنا بالبث السابق. كل هاي الامور تساهم، الامور الاساسيه اللي ممكن انت تستفاد منها وتحصل معلومات طبيه اللي هي الاختلاط بالاطباء تمام انه تكون عندك اختلاط بالاطباء كذلك ممكن تحصل معلومات طبيه وافيه وايضا ممكن تحصل معلومات طبيه عمليه وليست نظريه من خلال انه شلون اذا عندك اقارب عند مثلا عياده او عند مثلا صيدليه او مثلا عياده اسنان او مثلا لمختبر مثلاً, مثلا شلون اني مثلا مختبر انت حاول انه ما اقول لك تشتغل يعني لكن انه تتواجد على الاقل بالاسبوع مره مرتين بالشهر مره من عمله فحاول انه تتواجد تتواجد وتشوف الاطباء اللي يجون شلون يحجون كذا شلون الطبيب يشخص شلون المختبر يشخص وهاي ولو المختبر هو ما يشخص الطبيب يشخص عفوا ف تشوف مثلا اني وايد هواي هواي دا استفاد من من وجودي بالمختبر صراحه وايد دا اعرف دا معلومات طبيه يعني دسمه فبشكل عام بشكل عام كذلك ممكن انه تحصل ها طبعا هاي النقطه جدا مهمه وانا فعليا استفاديت منها شلون تحصل معلومات طبيه من خلال الافلام والمسلسلات كنت قبل فتره دابا مسلسل تركي هو صح مرات يصير بي اشياء يعني فوق العلم يعني وشويه دراما وكذا ويضرب على الصدر ماتة على وسبحان الله يرجع النبض ماتة محمد سلفات اي بس بس مرات تنذكر ذي معلومات اه يعني طبيه اه قبل فتره شفت كنت اشوف مسلسل اه دينقلون دي اه يعني شلون نقول المريض اللي هو الوالد والابن مسوين حادث الوالد والابن فالوالد ال الكبد مالته كلش يعني انتهى فيريدون انه يبدلوا له الكبد تمام فشافوا انه زمرة دم الابن مطابقة للابو فقالوا انه لازم يتبرع الابن بالكبد انا هنا أني هنا وقفت عندي قلت شلون يتبرع بالكبد زين هو شلون يعني ظلي ظليت ظليت اقول يعني اندمجت بالموضوع ف... صدق سووا العملية وكذا ونقلوا للكبد تمام رحت سألت اختي اختي يعني طالبة الطب قلت لها شو نقله وكبد يعني نقلوا كبد منه واثنيناتهم عاشوا يعني شنو الموضوع؟ قالت لي الكبد يتجدد قالت لي فالكبد يتجدد فمن نقلوه من الابن نقلوه لي الوالد تمام؟ ما نقلوه كله نقلوا جزء تمام؟ نقلوا جزء من الابن الى الوالد فهمتوني؟ نقلوا جزء من الابن الى الوالد هذا الجزء عند الوالد اتجدد وصار كبد كامل والجزء الناقص بالابن ايضا تجدد وصار جزء كامل شوفوا يعني سبحان الله الكبد انه يتجدد بطريقه ما احنا ما نتعمق بالتفاصيل هاي الشغل طبيب لكن شوف الـ الـ يعني المعلومه اللي انا اكتسبتها من المسلسل ورا ما تاكدت منها من يعني من الاطباء واختي وكذا فمثل ابو بريص يعني <applause> ابو بريص ايش قد ما تقطع به يتجدد فبشكل عام يعني هاي هواي تستفاد من المعلومات كذلك استفاديت من هذا المسلسل عن طريق الاستعمال الانستيجيا مشين استعمال ال دائما دائما اغلط باسمه اللي هو جهاز مزيل الرجفان او جهاز هذا مزيل الرجفان اللي اللي يرجع النبض للقلب يرجع كهرباية القلب يعني شو اسمه يعني شلون خلينا نقول يحط الكترودات الكترود هنا والكترود هنا على حركة يعني على حركة القلب لانه يعني حركة القلب تصير بهالاتجاه فراح تجي كهرباء من هالاتجاه وترجع ايش فلازم يحط واحد هنا واحد هنا حسب الالكترودات مال الاي سي جي كذلك يعني أه فبشكل عام هواي هواي راح تستفاد من معلومات أه طبيه من خلال المسلسل وال الافلام اشوف باقينا من فيلم اجنبي ذا جود دكتور ذا جود دكتور اعتقد جديد هذا المسلسل قديم يجوز دكتور بايقيه من عندهم على العموم ترى هي معلومه طبيه يعني اذا يعني ذكرتها مو يعني بايقها من من فلان او آه هنا كوثر تقول كون هوب كون هوب اوكي موقع راقي لدراسه التشريح تمام هنا يقولون يصير عادي دي سي شوك اي دي سي شوك ايضا كذلك يسموه دقيقة جاني سؤال ممكن تسوون فقرة او منشور يحت... يحتوي على هذه الكلمات تمام احنا مسوين آه يعني بالفعل مسوين طبعا ردت اقول اوريدي احنا مسوين بس قلت شنو اوريدي شل شلت تميع هذا فقلت خلي اسويها بالفعل احنا بالفعل آه مسوين فقره مصطلحات لكن شويه تنميل للمصطلحات الهندسيه الطبيه يعني على الاجهزه الطبيه تمام لكن ان شاء الله نكملها طبعا احنا مو احنا مسوين هي كثر اللي مسويه آه فقره مصطلحات آه اول مشروع كنا شلنا على الاوبثالمو اللي هي يعني آه معناها العين كذلك اللي هي تجي منها اجهزه الاوبثالموميتر الاوبثالموسكوب وهاي الامور اللي تكون تفحص القرنيه او القزحيه اللي بالعين اساسا يعرف شو الفرق بين القرنيه والقزحيه ايش الله ما اعرف مسلسل قاد دكتور 3 ما هسه بلش الرابع اي يعني انت شلون خلينا نقول من تشوف مسلسل او من تشوف فيلم طبي انت هم انت تونس ان هي تصير بدراما وكذا يعني دائما انه الفيديو يعني شلون خلينا نقول التمثيليه وهاي الامور تسوي لك واهس وهم انت مستفاد فحاول من يسوون مثلا عمليه من يشخصون من هاي انت هم ايضا انه اه تتعمق وياهم تشوف تركز تربط بين هم ايش وبين ايش تمام وشلون اه مثلا شخصوا انه كذا يعني كذا حاله بي او كذا هو قد يكون مو عملنا لكن احنا راح نستفاد من المصطلحات اللي تنقال تمام وكذلك مثل ما طلبت احد الخوات انه أه راح تسوي يعني مصطلحات طبيه وهندسيه وطبيه هندسيه أه اوكي فبشكل عام هذا كل ما بالموضوع اللي ريدت أه اللي ردت يعني اوصل لكم اياه انه المعلومات الطبيه جدا مهمه أه وايضا الحصول عليها مو بذيك الصعوبه يعني انا اشوف انه المعلومات الهندسيه اصعب اصعب من التثريدة تحصلها راح تواجه صعوبه قد ما المعلومات الطبيه ليش المعلومات الطبيه صحية هي بي... تقدر تفهمها لكن فهمها سهل بينما المصطلحات الهندسيه لا شوي شوي تحتاج اساسيات تحتاج شوي تتعب على نفسك على مود انه آه شلون خلينا نقول يعني تضبط المصطلحات الهندسيه يعني مو كمصطلحات هندسيه ك... كمعلومات هندسيه بشكل عام مو قصدي المصطلحات مصطلحات قول هندسيه سهله بس آه قصدي المعلومات الهندسيه تمام لانه تعتبر شويه تحتاج تفكير تحتاج معادلات تحتاج فهم واساسيات وخبره وهاي الامور يلا تضبطها ف يعني ما اريد يطول البث اذا ما عندكم اسئله على مود اغلق البث بس ترى الصدريه قاعده قاعد عليه طبعا القياس مالته اكس سمول يعني والله كلش ناعم يعني <applause> أه صار ربع ساعه تقريبا شفت تحبون نطول بالبث لو تحبون نسوي يعني ربع ساعه هيك بس المشكله اني يعني ما عندي تفاصيل اقدر الخصها تمام يعني ممكن احيانا يصير عندي تفاصيل ما اقدر الخصها بربع ساعه ونص ساعه لا احتاج ممكن أربعين دقيقه وأربعين دقيقه مرات ساعه تطول حسب الموضوع اللي بدنا نحكي مرات لا موضوع يعني ما يحتاج نتعمق بمثل هذا الموضوع فممكن ربع ساعه بس عدلت الصوره مال البث شوف التلي ما اقدر اذا اذا اطلع من البث بعد ما اقدر ارجع حتى يلغي البث ما اقدر وراح راح مشي على الصوره الاولى عد الله كريم اتمنى ما اطلت عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته